بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحاول مع بعض نفك القلب بتاع الكالون باب مصفح. لقيت المفتاح من بره، مش عايز يخش زي كده، مش عايز يدخل، بيدخل بصعوبة ويخرج بصعوبة زي ما انتوا شايفين، مش عايز يخرج اهو. فاحنا هنحاول نقلب القلب ده اللي بره نجيبه جوه، لان جوه سليم. يا اما بقى نغير القلب خالص، بس انا شايف ان جوه سليم وانا جوه ما بستعملش المفتاح، بستعمل المفتاح من بره بس. فهنحاول نقلب القلب ده اللي جوه هنا نجيبه بره. هنشوف نعمل ايه مع بعض دلوقتي. الأول هفك الوش اللي فيه الأكر ده، لسه بنحاول نفك الوش مع بعض. المسمار تحت كمان هنا اهو. خلوا بالكم يا جماعة، المسمار ده بيبقى ماسك الوش ده والوش اللي بره مع بعض، بيبقى ماسك الوشين مع بعض. المسمار التاني برضو ادي المسمار اهو يا جماعة، فكيته برضو وبحاول اخرج بالوش بتاعي. الصباع ده بتاع السقاطة، المسوجر بتاع الكالون. وده الوش اللي بره كمان اهو، ده اللي بيخش فيه المصادير وبتمسك الوش اللي بره. هنحاول مع بعض نفك السرة. مسمار السر اهو، في مسمارين هنا كمان يا جماعه ماسكينهم الوش السر اهو، احاول افكهم. المسمار التاني اهو، المسمار التاني اهو يا جماعة، ده الوش، بتاع الايه السرة.
عادي وبخرج بالسرة بتاعتي عادي. ادي السرة اهي يا جماعة، منظرها اهو زي ما انتم شايفين. انا هحاول اقلبها كده يا اما اجيب غيرها لو باظت خالص، بس هي مش محتاج ان انا اجيب غيرها لان انا هشغل الناحية اللي جوه بره، ما فيهاش مشكلة. بصوا يا جماعه، انا حاولت طبعا اقلب الصوره ما نفعتش، هو ده عدلها كده لان في ناحيه قصيره وناحيه طويله. الناحيه الطويله دي اللي هي بتبقى من جوه، الناحيه القصيره لازم تبقى من بره. فاحنا هنحاول نزيت الصوره كده ونشوف، هنضغط عليها الزيت ده زي ما انتم شايفين كده. اي زيت عندك ممكن تحطه لها. وهنركب وهنشوف. ولما زيتنا يا جماعة السرة لقينا المفتاح بقى زي الفل اهو، شغال زي الفل غير الأول طبعا. هنحاول مع بعض نركب السرة. كده خلاص اهو ربطت المسمار يا جماعه بتاع السره تاني زي ما كان. المسمار ده هو اللي بيمسك السره ما يخليهاش تتحرك. هبدأ اركب الوش. الوش ده يا جماعة بيمسكوا مسمارين، ادي المسمارين بتوع الوش. ربط المسمار التاني. بصوا يا جماعة، طرف المسمار اهو، الطرف التاني برضو جنب منه. اتمسك كويس اهو زي ما انتم شايفين. ابدأ اقفل الاكرة بتاعتي. الاكرة دي ليها عدلة عشان السقاطة اللي فيها هنا دي زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده انا قفلت اهو الاكرة اللي جوه، الوش اللي جوه فاضل الوش اللي بره.
وابدا اربط المسامير اللي انا فكيتها. خلاص ربطت المسمار اهو، تاني برضه مربوط اهو. هجيب اجرب المفتاح كده واشوف. طبعا كان غير الاول خالص، في البداية انتوا شفتوا معايا المفتاح كان بيخش بصعوبة ويطلع بصعوبة. دلوقتي اهو الحمد لله بقى كويس. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشكركم لحسن مشاهدتكم وسماعكم.